بسم الله الرحمن الرحيم احبتي في الله نصيحه في دقيقه من العادات السيئه جدا تناول الوجبات السريعه انت تدمر جسدك عندما تتناول وجبه سريعه وبخاصه خلال الصيام لان الصائم تصوروا معي ايها الاحبه بعد 12 الى 16 ساعه يصبح جسدك كالاسفنج يمتص اي شيء تعطيه، اي شيء تلقيه في المعده يمتصه هذه الدهون المشبعة الموجودة في في الوجبات السريعة صعبة الهضم الجسم لا يهضمها تتراكم تشكل يعني الطبقات وتعمل مشاكل للدورة الدموية والقلب والشرايين إلى آخره يعني فلذلك أحرص على تناول الخضار والفاكهة والحبوب الطبيعية وإنسى الوجبات السريعة تماماً انسى هذه الوجبات السريعة في شهر رمضان لأنه شهر مهم هو شهر علاجي أيها الأحبة نحن الآن في رمضان نعالج أنفسنا خلال شهر شهر من العلاج الطبيعي سوف تقضي على معظم الأمراض المزمنة لديك وتقي نفسك من أمراض في المستقبل بسبب هذا الصيام فعندما لا تختار غذائك أثناء الصيام فأنت تفقد جزء كبير من فوائد الصيام، إذا الوجبات السريعة ابتعدوا عنها وابتعدوا عن الإسراف، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين والحمد لله رب العالمين